شكرا، ارحب بضيفي عبر الهاتف محلل الاسواق الماليه محمد السويد للتفصيل اكثر عن سوق الاسهم السعوديه. حياك الله معنا سيد محمد، شكرا لوجودك معنا. لافت اليوم انه يعني بدا الاسهم الصغيره والمتوسطه تسيطر يعني على قائمه الاسهم الاكثر بالقيمه في السوق، اليوم تحول السيوله المضاربيه الى هذه الاسهم وازاحه الاسهم القياديه من القائمه. طبعا هذا يعني تطور طبيعي، احنا شفناه من الاسابيع والاشهر الماضيه. كان في موجه سيوله دخلت في اسهم الشركات الصغيره ومعظمها الشركات الخسرانه طبعا. وهذا جزء من سلوكيات السوق اللي تعودنا عليها الفتره الماضيه بخصوص توجه السيوله لاسهم الشركات اللي تواجه مشاكل ماليه او اداء مالي سيء. والمحفزات يعني الوحيدة لها اللي تستخدمها عادة هي محفزات زي رفع رأس المال، زي منح أو شيء من القبيل، زي اللي حصل في الشركات هذه من ضمنها الأسماء اللي تكلمت عنها وشركات أخرى أيضا. جميل. يبدو أن سيولة السوق أو المضاربين يعني أو جاذبية السوق يعني ما زالت جيدة حتى الآن. وحنا نشوف يعني فيه خلينا نقول ضعف في مسار الصاعد حق ارامكو، يعني طبعا تفاعلا مع الاحاطه في الاسواق الدوليه اللي هو تحديدا النفط. فزي ما تفضلت يعني في موجه جيده للمضاربين دخلت في السوق يعني في الاسهم الشركات الصغيره السمول كاب يعني. نعم، اليوم اتحدث عن مؤشر فني بعد الوصول لمستوى 8051 نقطه، يعني الى اين سيتجه الفتره القادمه في ظل حفاظه على مستوى 8000 وما كسرها الفتره الماضيه؟ يعني حتى الان مو واضح صراحه، لان يعني من الصعب ان المؤشر او السوق يتجاوز مستوى على مستوى له خلال 2020 على 8000، واعتقد حدود 8500، لان ما في حتى الان يعني مؤشرات واضحه من الاقتصاد ان فيه انكماش اقل من المتوقع او حاجه، يعني منتظرين نتائج الناتج المحلي اللي المفروض تصدر خلال عده اسابيع نهايه شهر سبتمبر ان شاء الله وتعطينا فكره عنه. من هنا الى نهايه شهر سبتمبر مفترض نشوف يعني بس مزيد من تذبذب الحاد، وايضا ارتباط مباشر مع الاسواق الدوليه. جميل. هل اليوم يعني صح التعبير انه هناك العديد من الاسهم وصلت الى اسعار متضخمه، بالتالي قد نشهد حاله من التصحيح الصحي لهذه الاسهم؟ بكل تاكيد، لان يعني الاسعار الان زي ما نتكلم الحين عن اسعار الشركات يعني زي الاسماك وغيرها، شركات خسرانه ما يعني حققت ارباح حتى الان. يعني لما يتضح او تنتهي موجه المضاربه هذه كلها يتضح المستثمرين ان الشركات هذه يعني ما تعطي ارباح مكافئه للارتفاعات او لاسعارها الحاليه، تبدا تدخل الاسهم هذه في تذبذبات حاده، ممكن تسميها تصحيح صحي او موجه صحيه، يعني موجه تصحيح صحيه او لكنها في النهايه يعني بعد كان نهايه السنه من الان او يمكن بدايه السنه القادمه تكون يعني وضع مختلف تماما. محمد السويد محلل الأسواق المالية، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.